مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم الى هذه الحلقه الجديده من حديث الاخبار. في حلقه النهارده باذن الله هيكون معانا في فقرتنا المعتاده مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الحليم قنديل عدد من الموضوعات العالميه المهمه جدا. هنتكلم اولا عن الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، والحقيقه انه ممكن حد يتساءل لماذا كل هذا الزخم والاهتمام بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه. الاجابه ببساطه شديده انه امريكا طبعا هي القوه العظمى في العالم. ملفاتها السياسية الخارجية بتتعلق بدرجة كبيرة جدا بالكثير إن لم يكن أغلب أو حتى كل الأزمات والملفات العالمية، يعني بتتكامل معا أو بتتشابك حتى وتتداخل. نتحدث إقليميا عن غزة، نتحدث عن روسيا وأوكرانيا وحتى الصين وحتى الاتحاد الأوروبي، وهيكون لنا وقفة النهاردة مع بعض دول الاتحاد الأوروبي كمان في أخبارنا فيما يتعلق بالأزمات المالية الأوروبية. هنتكلم كمان مع ضيفنا الكريم عن موضوع الاستمرار، طبعا مستمرين في ملف روسيا وأوكرانيا، والحقيقة أنه ربما ميدانيا وعلى الأرض الجديد في هذا الملف في هذه الحرب أنه القوات الروسية أعلنت أنها قامت بالسيطرة على 200 كيلو داخل الأراضي الأوكرانية فقط خلال شهر يوليو اللي هو انتهى بالأمس. هل هذا بصفة عامة بيعتبر تقدما يعني واضحا وجليا للقوات الروسية على الأرض؟ كمان في حرب ما زالت مستمرة في خلينا نقول التصريحات والتهديدات، لأنه أوكرانيا أعلنت أنها بتستعد لاستقبال شحنة أو طلبية من طائرات F-16. في نفس الوقت روسيا أطلقت بعض التحذيرات وتحدثت وأشارت وهددت مرة أخرى بالاستخدام النووي أو استخدام السلاح النووي. هنتكلم في كل هذه الملفات، ولكن كالعادة مع حضراتكم البداية لمجموعة من الأخبار محليا ودوليا. فأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل صدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. لمصر يا أطهر قلب، علمتينا مصر يا أطهر قلب، علمتينا الحب. أول أخبارنا النهاردة هتكون عن جولة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مهرجان العالمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خلال مؤتمر صحفي بحضور السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن سعادتها بالتواجد في مهرجان العالمين كأحد ملامح التنمية المتكاملة وفق توجيهات الرئيس السيسي. قالت كمان أنه مهرجان العالمين الجديدة بيصدر صورة عن الأمن والأمان والاستقرار من خلال إقامة فعاليات فنية فيها طبعا حضور جماهيري كبير وأنشطة رياضية مختلفة، وأكدت أنه مصر نجحت في تحويل أرض مدينة العالمين الجديدة إلى مدينة سياحية عالمية، وأنه الدولة ليها رؤية يتم تنفيذها من خلال إنفاق استثماري لتقريب المسافة بين رؤية الدولة والمؤسسات المختلفة. كمان المشاط أشارت إلى أنه التركيز حالياً على ملف التنمية البشرية والصناعية والاعتماد على الكوادر الشابة، فضلاً عن التركيز على آليات العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطن وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وأكدت الحرص على الترويج لمبادرة شباب بلد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت مظلة أممية. من جانبه أكد السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هناك تعاون مع وزارة التخطيط من خلال مبادرة شباب بلد، لافتا إلى أن مهرجان العالمين نجح في جذب السياحة العربية وإلى العمل طبعا على جذب السياحة.
للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني طبعا في رسائل مهمة النهاردة يمكن شفناها خلال المؤتمر الصحفي لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. هتوقف مع حضرتك هنا يا دكتور عند أهم هذه الرسائل، لأنه فيما يتعلق بالتعاون الدائم ما بين مؤسسات الدولة وبين المؤسسات المختلفة والمجتمع الخاص، ده كمان كان جزء كنا بنعول عليه أو جانب كنا بنعول عليه منذ فترة أنه يحصل بالفعل، ويمكن بنشوفه في الفترة الماضية بيحصل بشكل أكبر. حضرتك شفت إيه أهم هذه الرسائل يا فندم؟ خلينا نشير، لأنه الحقيقة في نشاط مكثف وفي اهتمام كبير مش بس من داخل مصر لكن من خارجها أيضا بالساحل الشمالي، بالسياحة، بمدينة العالمين على وجه التحديد. وإحنا يمكن منذ ساعات معدودة كنا بنشاهد الرئيس السيسي وسمو الأمير محمد بن زايد، الحقيقة زيارة هامة للغاية. واليوم الحقيقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحقيقة بتستكمل هذا الأمر في إطار أنه الحقيقة المستثمرين الحقيقة بينظروا للمجموعة الاقتصادية على وجه التحديد وتوجهاتهم، وده أتصور هذه الزيارة بتأتي في هذا السياق. أنه مؤكد لما بتطلع رسائل من هذا المكان الحقيقة فتح شهية المستثمرين ليه الاستثمار في الساحل الشمالي بشكل عام، بتأكيد دي رسالة مهمة جدا. والحقيقة يمكن التنمية زي ما التوجه الدولة حاليا هيقوم على قطاع خاص، ويمكن الحكومة أو الدولة بدأت بالمهمة الصعبة خلال السنوات الماضية، وأن الأوان أن القطاع الخاص هو اللي يقوم بالدور العام في عملية التنمية الاقتصادية، هو اللي عنده الخبرات، هو اللي عنده النوهاو، هو اللي عنده رأس المال الكبير. والأمر الأكثر أهمية أنه الحقيقة الدولة توجهها أنه القطاع الخاص هو اللي يلعب الدور الهام، ومن هنا الحقيقة بنشوف كل ما يحدث خلال الفترات الأخيرة، بما فيها الحقيقة اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم لنقاش موضوع برنامج الطروحات، وأيضا ده بيسير في ذات الاتجاه أنه القطاع الخاص هو اللي هيمارس العملية العامة. ومش بس في الدور الاقتصادي لكن كمان فيما يتعلق بالدور التنموي، فكرة أنه احنا الحقيقة لدينا توجه للاهتمام بالعنصر البشري، لدينا منصب لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، والحقيقة أيضا كان موجود في مدينة العالمين منذ ساعات معدودة. والحقيقة ده توجه أنه التنمية الاقتصادية وكمان التنمية الصناعية اللي فيها الحقيقة اهتمام كبير للغاية من جانب الحكومة في الفترة الحالية مش هيتحقق إلا من خلال تنمية بشرية. ده هيدفعني يا دكتور بعد إذن حضرتك للانتقال لنقطة تانية مهمة جدا، لأنه عمرنا ما هنتكلم عن الصناعة ولا الاستثمار ولا التمويل ولا أي موضوع إلا بعد الحديث عن بناء الإنسان. محور بناء الإنسان الحكومة والدولة المصرية بتضع نصب أعينها منذ سنوات، ويمكن كل فترة بنلاقي أنه في حاجة بتعضد من أهمية هذا المحور. عايزة أذكر أرقام سريعا مع حضرتك في محور بناء الإنسان. كما ذكرته وزيرة التخطيط، 42% من إنفاقنا الاستثماري يتوجه للتنمية البشرية، ومنها الرياضة والشباب والنوادي، 37% للتنمية الصناعية، 21% يتم توجيهه للمحافظات. كيف تقرأ هذه الأرقام؟ خليني في أنه التنمية البشرية الحقيقة محاولة متعددة، بنتكلم على تنمية في إطار من التعليم وتطوير التعليم، ده اهتمام. بنتكلم في مجال الصحة والاهتمام بالخدمات الصحية وصحة وسلامة المواطنين، ده شق تاني. بنتكلم على التربية الرياضية والبدنية وفي اهتمام كبير للغاية من الحكومة في هذا التوقيت. بنتكلم على التنمية الثقافية وده الحقيقة أيضا محور آخر. فإحنا الحقيقة نتحدث عن بناء الإنسان اللي فيه اقتناع تام من جانب الدولة هو العنصر الأساسي لضمان واستمرار عملية التنمية أنها تحقق أهداف على أرض الواقع، لأنه بالتأكيد كل ما ينفق الجزء الأكبر منه بيوجه في الفترة الحالية للإنسان هو اللي هيكون العمود الأساسي لهذه التنمية. والحقيقة فكرة أنه يكون لدينا توجه، وده الحقيقة مبني في تشكيل الحكومة الحالية نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية جنب إلى جنب مع التنمية الصناعية، ده الحقيقة له فلسفة مهمة من جانب الحكومة، وده الحقيقة التكليف من السيد الرئيس في هذا الإطار، أنه التنمية عموديها هو التنمية الصناعية، لأن احنا الحقيقة لن نتغلب على مشاكلنا الاقتصادية إلا إذا كان لدينا قاعدة إنتاجية متسعة، حجم كبير من الاستثمار، توجه للاستثمارات وزيادة أرقام الاستثمارات،
تقليل الواردات، تقليل العجز في الميزان التجاري، ده هيؤدي لمزيد من خلق فرص عمل، زيادة الدخول، وبالتالي الحقيقة هو ده اللي هيحمينا من أي أزمات اقتصادية تواجهنا من الخلال. فبالتأكيد ده لن يتحقق إلا إذا كان العنصر البشري بناء الإنسان طبعاً، اللي بالتأكيد هو القوام الأساسي لأي مشروع، هو القوام الأساسي ليه عملية التبيئة الاقتصادية. مدينة العالمين الجديدة يا دكتور، يعني حتى هستعير هنا الكلمات اللي ذكرتها وزيرة التخطيط، أنه مدينة العالمين تحولت من مدينة للألغام إلى مدينة سياحية عالمية متكاملة. إحنا بنتكلم عن مدينة شاملة فيها بحر، فيها فنادق، فيها نوادي، مدارس، جامعات دولية وغيرها. ده لو حنضيف هذا المحور على محور بناء الإنسان، وكمان على محور الاستثمار وجذب الاستثمارات العالمية، ويمكن هنا كمان هتكلم عن كلمة الأستاذ عمرو الفقي لما قال إنه مهرجان العالمين في نسخته الثانية الحالية نجح في جذب الإخوة العرب، وإنه الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على جذب جمهور أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقرأ هذا؟ إحنا بنتكلم على بديهة العالمين نموذج، وده الحقيقة نموذج بدا علشان يلفت انتباه مش بس المستثمرين، يلفت انتباه العالم كله إلى أنه مصر عازمة على الاستفادة الحقيقية من الساحل الشمالي بشكل عام، وأنه ده هيشكل عنصر اقتصادي هام للغاية وعنصر متنزه وترفيهي وسياحة بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. مصر الحقيقة من خلال هذا المشروع الفريد، واللي الحقيقة فتح شريط الإخوة فيه الإمارات علشان يدخلوا الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وأتصور خلال الفترات القادمة هيكون في مشروعات أخرى كبيرة من هذه النوعية على سواحل البحر المتوسط. فالحقيقة مصر هتنافس، بنتكلم بقى على دول جنوب الاتحاد الأوروبي، الحقيقة فكرة الاستثمار السياحي على وجه التحديد، وده الحقيقة هيكون نقلة حضارية ووسيلة للتواصل فيما بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وهيكون متنزه للمجتمع الدولي ككل. الحقيقة يمكن هذا المشروع الفريد لم يستغرق إلا عدد بسيط من السنوات صحيح. في عمر الشعوب وفي حكم الدول صحيح. لا يقص. والمسألة الثانية الحقيقة الحكومة اللي الحقيقة أنجزت وعجزت الحقيقة في هذا المشروع الفريد، الحقيقة يمكن تشكر الشركة المتحدة حاليا أنها بتظهر هذه الدرة الجميلة على سواحل البحر المتوسط، بتظهره للعالم، واحنا الحقيقة بنشوف فعاليات وتظاهرات من مش بس من العرب، لكن كمان الحقيقة لدينا بعض الأجانب اللي موجودين في هذا المكان الفريق. ودي حاجة نسبيا جديدة يا فندم، يعني احنا طول عمرنا في مصر أخدين انه الأجانب بالنسبة لهم الديستينيشنز في مصر السياحية، المقاصد السياحية في مصر الغردقة، شرم الشيخ، وطبعا الأقصر وأسوان لسياحة الآثار وما إلى ذلك، وليها فترات معينة خلال السنة. لكن فكرة توجه الأجانب إلى العالمين الجديدة دي كمان حاجة بقت جديدة، يعني احنا فتحنا هنا ديستينيشن جديدة، بقت العالمين النهاردة مدرجة كمقصد سياحي عالمي. وخلينا نشيل الحقيقة في هذا الإطار للتعاون مع الأشقاء العرب، احنا الحقيقة مدينة العالمين أو الحقيقة ما يحدث فيها خلال الفترات الأخيرة بيحدث في إطار من التنسيق مع موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، بيحصل الحقيقة باهتمام كبير من جانب الأشقاء في الإمارات، واحنا الحقيقة لدينا بعض التظاهرات الرياضية الحقيقة كانت موجودة بما فيها سباق الخيول، فالسباق الجبال، فإحنا الحقيقة لدينا تنوع كبير ولدينا تكامل مع الأشقاء في المنطقة العربية، وده الحقيقة مسألة مهمة جدا، ده الحقيقة مصر اللي بتنجح في تقديم نموذج للمجتمع الدولي ككل في إطار من الشراكة مع الأشقاء العرب. مصر بترحب كثيرا بالاستثمارات من السعودية، وإحنا الحقيقة عندنا زيارة هامة للغاية لوزير الاستثمار السعودي، بترحب بالاستثمارات الإماراتية. أي مشروع ناجح لدينا في مصر هي بنقدمه هدية لمختلف الأشقاء علشان يزيدوا من حجم استثماراتهم، يزيدوا من المنفعة والعوائد اللي بيحققوها، احنا هي نبقى سعداء لما الاستثمارات العربية تستفيد وتفيد الاقتصاد المصري. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة. نروح مع حضراتكم إلى ملف مختلف تماماً عن أوروبا. الحقيقة أنه يمكن الأزمة اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي أزمة مالية، أو تبدو أنها أزمة مالية، لكن هي في حقيقة الأمر لها أبعاد سياسية مهمة جداً. عندنا في 7 دول أوروبية
بتواجه مؤخرا أزمة مالية كبيرة جدا وارتفاع في ديونها وتجاوز العجز المالي لها 3% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول. بمعنى إيه؟ المفترض أنه أي دولة لها مساحة معينة في نسبة العجز المالي عندها، لو زادت عن هذه النسبة إذن هناك مؤشر للخطر. هذه الدول السبع التي عدت أو يعني تجاوزت هذا المؤشر كخطورة في الأزمة المالية هي فرنسا، بلجيكا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، مالطا ورومانيا. الاتحاد الأوروبي بدأ يتحرك بالفعل وأطلق إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد هذه السبع دول أو ضد هذه الدول السبع، وده يمكن بيتطلب طبعا اتخاذ إجراءات وتدابير تصحيحية كبيرة أو أنه ممكن تكون مخاطرة بفرض عقوبات مالية. بس هنا هيجي سؤال تاني، هل ستستطيع هذه الدول الالتزام بهذه العقوبات المالية إذا ما تمت فرضها عليها؟ عندنا أسئلة كتيرة الحقيقة عايزين نسألها. بينضم إلينا عبر سكايب عبر زوم الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، مساء الفل. مساء النور يا فندم. يعني يا دكتور لو تسمح لي بداية أسأل حضرتك، إيه اللي وصل أصلا السبع دول دول إلى هذه الأزمة وهذا العجز المالي؟ هي الأزمة دي موجودة من أيام يمكن 2000 قبل 2011، من 2007 الأزمة المالية موجودة لأوروبا، ودي كانت دخلت في اللي هو موضوع الكرود والسوفرنت الديت اللي هي التمويلات الأوروبية، إنما الدول الأوروبية دي بدأت تتعافى في من 2007 ل 2011، تمام، وإنها أخذت تمويلات من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ساعدها وبدأت تبدأ تستخدم الفلوس دي في تمويل الاقتصاد بتاعتها وبناء مشروعات اقتصادية منتجة. تمام. حصل إيه بقى؟ في تغيرات سياسية كبيرة حصلت دخلت على أوروبا. أولاً اللي هي كورونا. كورونا تسببت مشاكل اقتصادية كبيرة لدول أوروبا وبالذات لهذه الدول السبعة اللي حضرتك ذكرتيهم. تمام. في دولة تانية كانت منهم اللي هي إيطاليا، تمام، برضو كانت هي من الدول اللي عندها مشكلة، وأيرلندا برضو كان عندها مشكلة اقتصادية، بس أيرلندا خرجت من الزوم ده، وإيطاليا بتتعافى شوية بشوية. إيطاليا أزمة كوفيد الحقيقة يعني أظهرت العوار اللي عندها في النظام الصحي تحديدا، إنه هش جدا. وصرفت هي النهاردة كل الدول الأوروبية، على فكرة الدول الأوروبية عشان تتعافى من كورونا، تمام، طبعت مبالغ خطيرة، تمام، وأوله أمريكا. أمريكا طبعت حوالي في حدود 13 تريليون، تمام. 13 تريليون فيها. انجلترا دفعت 6 طبعت 6. فلما جت الأزمة، هنيجي بقى للأزمات بعد كورونا، حصل أزمة أخطر من أي أزمة. روسيا وأوكرانيا اللي هي الحرب زي حضرتك ما قلتيها، روسيا وأوكرانيا. بس سبب حرب روسيا وأوكرانيا أنا في رأيي هو سبب ليس اقتصادي وإنما سبب سياسي. حصل إيه؟ حصل أن أمريكا أو روسيا الأول بدأت تتغلغل في الاقتصاد الأوروبي النهاردة بتمويل الطاقة، وهي أهم منبع، تمام، لأوروبا، لأن أوروبا كلها أكثرها دول صناعية محتاجة الطاقة، فكانت وصلت لهم الطاقة يمكن لحد البيوت بأسعار منخفضة للغاية عن طريق نورث ستريم 1 ونورث ستريم 2 لألمانيا. وأوروبا استفادت استفادات كبيرة من هذا، تمام، من هذه الطاقة وهذه التعاون الاقتصادي اللي بينهم وبين روسيا. برضو روسيا كانت بتمول لهم، بتديهم مواد خام كتيرة
بتستخدم في الصناعة، ومواد برضو زراعية كانت بتديهم إنتاج زراعي كتير برضو، وأوكرانيا كانت بتدي إنتاج زراعي. أمريكا الوضع بتاعها، التغلغل الاقتصادي لروسيا في أوروبا غير تمام مرغوب من أمريكا. فأمريكا خلقت الحرب الروسية الأوكرانية بأن خلت أوكرانيا تمام تقول إنها أو عاوزة تقدم على حزب الناتو. صحيح. وزقت أوروبا. ومن هنا حصلت المشكلة. بس السؤال يا دكتور اللي البعض بيسأله بخصوص النقطة المهمة اللي حضرتك بتذكرها دي، البعض بيقول أو البعض كان بيتوقع إنه عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية بتغلغل روسيا داخل اقتصاد أوروبا زي ما حضرتك أشرت كده، البعض توقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية هيكون عندها خطط استراتيجية أنها تحل محل روسيا في هذا الأمر، وهو ما لم يحدث، ومن هنا كمان زادت المعاناة. ده كلامك مظبوط، ما حصلش. النهاردة أمريكا بتعمل إيه؟ أمريكا بتدي طاقة، بتدي غاز وبترول لأوروبا بيمكن 6 أضعاف اللي كانوا بياخدوه من روسيا. ده النهاردة أثر بتأثيرات خطيرة على الميزانيات الأوروبية، أثر بتأثيرات كبيرة على الشعب الأوروبي في البلاد بتاعته. أثر النهاردة زيادة الفايدة بمعدلات غير مقبولة في السوق الأوروبي، زيادة الفايدة قلت النمو الأوروبي تمام، وهذه الحرب قلت الهموم. الضغط على الاتحاد الأوروبي بتمويل حرب أوكرانيا غير مرغوب فيه تمام. النهاردة الفلوس اللي هم بيطلعها من الاتحاد الأوروبي كمان معاها كانت مشكلة خطيرة حصلت، الهجرة اللي هي الغير شرعية والهجرة اللي حصلت طبعا فيها، يعني بولندا عندها 2 مليون أوكراني، إنجلترا عندها في حدود يمكن 600,000 أوكراني تمام. ده هنا كمان في ملف تاني بخصوص المهاجرين اللي في إنجلترا تحديدا، إنه ده عامل لهم أزمة دلوقتي. حضرتك عارف العالم كله بقاله فترة بيتحدث عن ما يعرف بيه الدايفيرسيتي أو الاختلاف والتنوع وفكرة قبول الآخر وما إلى ذلك، فهم وجدوا أنه أغلب المهاجرين المنخرطين داخل المجتمع الأوروبي، لا أتحدث هنا عن هجرة غير شرعية بصفة عامة، أغلب هؤلاء المهاجرين لم يستطيعوا الاندماج بشكل كامل داخل جذور المجتمع البريطاني، فده عامل فجوة. مظبوط، عامل فجوة كبير. كمان النهاردة التمويل بتاع الفجوة دي تمويل غير طبيعي. ايضا الفجوه اللي انت قلتيها دي فجوه مهمه، لانها دي فجوه بتسبب مشكله اجتماعيه كبيره طبعا في المجتمع الاوروبي. الفجوه دي موجوده في انجلترا، موجوده في كل اوروبا، وموجوده بالذات في المانيا. يعني المانيا عندها النهارده فوق 1.2 مليون مهاجر موجودين. اخيرا يا دكتور لو تسمح لي اسال حضرتك، ما هي الحلول المطروحه امام الاتحاد الأوروبي وأمام هذه الدول السبع للخروج من هذه الأزمة؟ يعني كان في تفكير اتقال لفكرة فرض غرامات مالية عليها. لن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفرض غرامات على هذه الدول، لن يستطيع. وحتقدر تسدد أصلا؟ يعني هي عندها عجز كبير، هل حتقدر تسدد هذه الغرامات إذا ما فرضت عليها؟ الدول دي محتاجة تمويل تاني. النهاردة عشان الدول دي تبدأ تنتج تاني وتبدأ تنمو صناعيا، هو عاوز يضغط على الدول دي ايه؟ بانه يرفع الضرائب جوه البلاد دي، بانه يقلل ان هو الاستثمار او يقلل فلوس في الانفراستراكشر اللي هي زي المباني البنيه التحتيه اللي هي هناك. تقريبا النهارده لما بيضغط عليه الضغط ده بيضغط على الصحه والتعليم في البلاد دي، وبيسبب مشكلة اجتماعية أكبر، لأن المتطلبات الاجتماعية بدأت تزيد مع نقص السيولة. ده بلد زي فرنسا السيولة. يعني لو حصل أنه بلد، على سبيل المثال ناخد فرنسا كمثال، يعني لو حصل أنه فرنسا
حاولت تستجيب لهذه الطلبات هتبقى مشكلة حقيقية، لأنه يعني من المعروف أن المواطنين في فرنسا بيعانوا الأمرين من زيادة إيجارات السكن، ده غير أنه ما فيش أصلا سكن كفاية، لكن كمان الإيجارات أصبحت عالية جدا، الضرائب عندهم بيدفعوها بقت غالية جدا. فلو تحركت هذه الأمور للأعلى وليس للاستقرار أو الانخفاض، ده هيعمل أزمة حقيقية. وسعر الفايدة عالي برضو. صحيح. المشكلة برضو في فرنسا النهاردة، انت زي ما حضرتك تكرمت وذكرتي، في فرنسا الحزب النهاردة المتطرف، الحزب الأول اللي هو المتطرف أو الحزب اليميني، اليمين النهاردة هو اللي بيدير الحكومة، هو النهاردة الانتخابات أخدوا الحكومة. الحزب ده النهاردة بينادي منادى إن لازم الحرب الأوكرانية الروسية تقف، والنهاردة بدأوا ينادوا يقولوا إن إحنا ما عندناش هندي أو ما فيش فلوس عندنا عشان نمول تمام أوكرانيا بأسلحة، وتمويل الأسلحة ده بيطول في حرب، الحرب دي لن يستفيد منها. صحيح. وبعدين برضو الحزب اليميني الفرنسي، وبدأ برضو الحزب اليميني في ألمانيا يتكلم بنفس الطريقة، قال إن المستفيد الوحيد من هذه الحرب الأوكرانية ليست أوروبا وإنما أمريكا والصين، هم البلدين الكبار اللي هم استفادوا من هذه الحرب اللي فيها. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا جزيل الشكر، ضفنا الكريم الدكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، شكرا على وجود حضرتك معنا عبر زوم في حديث الأخبار. لحظات إن شاء الله ونستقبل ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، وموضوعات وملفات كثيرة، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. العالم بيترقب مشهد الانتخابات الأمريكية المقبلة وما سينتج أو تصفر عنه من نتائج. أكيد يعني واحد من المرشحين هيكسب هذه الانتخابات، إما ترامب مرشحا عن الجمهوريين أو كامالا هاريس مرشحة عن الديمقراطيين. زي ما بقول لحضراتكم، زي ما قلنا في أول الحلقة، ليه الاهتمام بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ممكن حد يتساءل، طبعا إحنا مالنا يعني بالانتخابات أمريكا؟ لا، الحقيقة أنه أمريكا قوة عظمى، ملفاتها السياسية الخارجية، علاقتها بالدول ليها طبعا تشابك كثير مع عدد من الملفات الدولية والإقليمية، غزة، روسيا وأوكرانيا، الاتحاد الأوروبي، الصين وغيرها من الملفات. في سؤال هنا عريض قوي نقدر نقول، إنه هل لو فاز ترامب ستنتهي الحروب والأزمات؟ نفس السؤال بينطبق، بس بنشيل اسم ترامب والناس بتضع اسم كامالا هاريس. هل لو فازت في الانتخابات سيكون العالم أفضل وأكثر استقرارا وتنتهي الحروب؟ يعني في تساؤلات كثيرة طبعا، بالإضافة إلى الجديد ميدانيا وسياسيا في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية. نطرح هذه التساؤلات مع ضيفنا الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني لو تسمح لنا نبدأ بالحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حضرتك شايف إزاي دلوقتي الموضوع مع احتدام المنافسة يوما بعد يوم بين هاريس وترامب؟ يعني طبعا هاريس، كامالا هاريس إلى الآن هي مرشحة شبه رسمية للحزب الديمقراطي، في انتظار مؤتمر الحزب الديمقراطي في الثلث الأخير من أغسطس المقبل. غالبا الحزب الديمقراطي ومؤتمر الحزب الديمقراطي والمندوبون فيه سوف يؤيدون ترشيح كامالا هاريس. كامالا هاريس واضح ان اعطى الدفعة لحملة الحزب الديمقراطي، كان قد افتقدها في اواخر ايام ترشح بايدن قبل اضطراره الانسحاب تحت ضغط الممولين الكبار الذين اعربوا ببساطة انهم لن يستمروا في تمويل الحملة. ومع بدء ترشح هاريس الافتراضي تدفقت الاموال، يعني في نحو أسبوع حصلت الحملة على 200 مليون دولار. أريد أن ألفت النظر أن المراقبين هنا، لأنه معروف أن في انتخابات رئاسية وفي انتخابات تجديد نصفي لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ في ذات الوقت، أن انتخابات تجديد نصفي تجري كل سنتين، و في دورة في الرئاسة تجري أيضا بالتوازي انتخابات تجديد نصفي، وانتخابات الحكام وإلى آخره أيضا تجديد نصفي.
جملة التمويل المتوقعة هذه المرة تصل إلى 20 مليار دولار بكافة الانتخابات. أقول ذلك لكي أبرز أهمية العنصر المالي في السياسة الأمريكية، هو عنصر حاكم بامتياز، وهو العنصر الذي أجبر بايدن على توديع أحلامه بمواصلة سباق انتخابات الرئاسة. من المؤكد أيضا أن كامالا هاريس أكثر حيوية من بايدن بحكم السن من جهة، وبحكم أشياء أخرى بينها أنها ملونة، والملونون عموما يعني غير الجنس الأبيض أو الوسط اللي هم البيض الأنجلو ساكسون البروتستانت، ده اختصار هناك، بيتعرضوا لتآكل في وزنهم السكاني. يعني قبل 20 سنة كان عدد هؤلاء الجنس الأبيض حوالي 70%، وكانوا أصحاب السمرة البشرة السمراء هم الأقلية. الآن لا، مش بس البشرة السمراء، والملونون اللي هم اللاتينو والأجناس الأخرى. فهنا أنت عندك تراجع في نسبة البيض، هي إلى الآن أكثر من 50%، لكن قياسا لما سبق بتتراجع، لأنه أمريكا دولة هجرة في النهاية. ده بيجعل من كتلة البيض المتراجعين، خاصة من غير المتعلمين أو الذين فقدوا فرص عمل مع خروج الصناعة من أمريكا إلى آسيا وإلى الصين وغيرها، بيجعلهم أكثر تعصبا. هم في وضع اجتماعي تاريخي، يعني يعتبرون أنفسهم قد أسسوا أمريكا، ثم هم بعض ضحايا التراجع الأمريكي سواء السياسي أو الاقتصادي في العالم الآن. هؤلاء في قسم كبير منهم يلتفون حول ترامب وحول فكرته التي يرددها اللي هي ماجا، لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. هو ما يعني أن أمريكا ليست عظيمة هذه الأيام. اختياره طبعا لنائبه من نفس الطراز ومن نفس الدائرة. السيدة هاريس لم تختار نائبها بعد، يفترض أن النائب يختار يجري اختياره في مؤتمر الحزب الديمقراطي. كانت قد جرت مناظرة بين بايدن وترامب معروفة نتائجها التي خزلت بايدن تماما يعني، لكن في المناظرة الثانية والثالثة أنا أعتقد أن هاريس سوف تبدي صمودا أكبر في مواجهة ترامب. يعني فكرة الصوت العالي وفكرة التجاوز من الموضوع، من مناقشة موضوعات إلى السب الشخصي أو التناول الشخصي، بدأت بوادرها. يعني بدأت من ترامب مش من هاريس، من الاثنين الوقت. يعني طب خلينا نتكلم عن ترامب، لأنه حملة ترامب تصف هاريس عامة الآن بأنها يسارية مجنونة، بينما حملة هاريس أو حملة الحزب الديمقراطي التي آلت إلى كمالة بتصف ترامب بأنه العجوز المعتوه. طيب يعني طيب. يعني يعني طيب. فهي سوف تكون هذه التصريحات النارية من الطرفين. في بس عايزة أضيف حاجة عليهم، لقطة محتاجين حضرتك تحللها لينا. معروف طبعا دايما في المناظرات بيبقى فيه، أو حتى في التصريحات المختلفة بيبقى فيه طبعا تعليقات صحيح. كتيرة، بس في تعليق صدر من ترامب عمل قلق شوية أو قلبان شوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لما قال اللي أنا أعرفه عن كامالا هاريس أنها هندية من أصول هندية يعني طبعاً. لم أكن أعلم أنها سوداء أو من البشرة السمراء. في ناس هنا افتكرت أنه تعليقه ده لي علاقة بالعرقية وأنت متعصب، وأنت وهو رجع وضح تاني قال أنا مع احترامي للكل أنا لا أقصد العرقية، أنا بقول أنه هي بتستخدم أو إشارة لكده أنه هي قد تستخدم بشرتها السمراء للإيحاء للجمهور الناخبين إنها منهم، في حين إن أنا معلوماتي إن هي من أصول هندية مش من أصحاب البشرة السمراء. لا هي هنا طبعا شايف هي من أصول هندية أفريقية، أب أفريق يعني ببساطة.
وهي ليست فريدة في ذلك. إحدى منافسات ترامب في حملة الحزب الجمهوري هي أصلا من أصول هندية كمان، وكان ترامب قد عينها مندوبة لأمريكا في الأمم المتحدة. فهذا شيء يعكس هذا التنوع العرقي الذي جرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبروز شخصيات من خارج خط الواسب ده اللي هم البيض الانجلو ساكسونز. هي كمان طبعا لها هذا الوضع الملون، لها ايضا انها متجوزه محامي يهودي، وهي في الحزب الديمقراطي المعروف باحتضانه التقليدي التاريخي لليهود وللصهيونيه. طبعا رئيسها بيعتبر نفسه فخورا بصهيونيته، وهي لا تقل عنه. ترامب على الجانب الآخر، قاعدة الأساسية من قواعد الأساسية الحزب الجمهوري غير فكرة العرقية الظاهرة، والكلام عن تفوق الجنس الأبيض وضرورة استعادة مكانة البيض، وقفل أبواب الهجرة أمام اللاتينيين وغيرهم. هو أيضا الحزب يرتكز كونه حزبا محافظا على فكرة التيار اليمين المسيحي اللي هو تيار عميق جدا في التاريخ الأمريكي. تعرف انه هو من الأصل البروتستانت من بريطانيا وغيرها، كانوا مهاجرين الأوائل، وكانوا حملوا معهم إلى القارة الجديدة أفكارا من التوراة، منها مثلا انهم اعتبروا مذابحهم للهنود الحمر حربا للعبرانيين ضد الكنعانيين، يعني استحضروا فلسطين إلى هناك. ومن ثم هؤلاء بيعتبرون أنه إنشاء إسرائيل مهمة مقدسة. ليه مهمة مقدسة؟ لتهيئة الوضع لعودة السيد المسيح وبناء هيكل سليمان الثالث. أما المسيح يجي بقى يرجع تاني يبقى يقتلهم. يعني فكرة عبثية كده، جزء من الخرافات المسيطرة على التاريخ الأمريكي ومن ثم التاريخ السوري. أخيرا في هذا الملف قبل الانتقال لروسيا وأوكرانيا، اللي عاوز أقوله الجديد الذي تقدمه كمالا هاريس هو أنها سوف تكون أكثر عدوانية تجاه ترامب. يعني باختصار، يعني فكرة الردح التي يلجأ إليها ترامب سوف يجد في مقابله ردح، وليس شخصا يعني متأكلا في قدراته العقلية وكذا. ومن ثم أتوقع أن تفوز في المناظرة الثانية والثالثة بأصوات كما فعلتها هيلاري كلينتون من قبل في 2016. فازت على ترامب في كل المناظرات بتصويت الجمهور. لكن هل يعني ذلك أنها سوف تذهب إلى البيت الأبيض في رأسها؟ أعتقد أنه قد تتكرر النتيجة التي جرت في 2016، أي أن تحصل كمالا هاريس على أغلبية التصويت الشعبي، لكن ترامب هو الذي سيدخل البيت الأبيض غالبا. ليه؟ لأنه معروف أن النظام الانتخابي الأمريكي معتمد على فكرة المجمع الانتخابي. يعني إيه مجمع انتخابي؟ يعني سيادتك ممكن مرشح ما يحصل على أغلبية التصويت الشعبي لكن يخفق في أصوات المندوبين. بيحصل التفاوت ده ليه؟ لأن أنا لما أجي في ولاية معينة واخد 50% زائد واحد باخد 100% من المندوبين. صحيح. ومن هنا بيحصل التفاوت بين المعنيين، وهذا لم يحدث لأول مرة في واقعة هيلاري وترامب. وقع أيضا مع بين الجور الذي كان نائبا لكلينتون وجورج بوش الابن. طيب أخيرا في هذا الملف قبل الانتقال لروسيا وأوكرانيا، السؤال اللي كان معتاد دائما نسأله لحضرتك، فوز هاريس أو فوز ترامب أحدهما هل بيعني الاتجاه نحو الاستقرار ووقف نزيف الدماء في غزة تحديدا؟ ده الملف الأهم لينا كلنا. أعتقد أنه طبعا من البداهات أنه لا فرق جوهري بين الاثنين، سوف يحدث حتى مع تصريحات هاريس أنها مع الأطفال وضد العنف، يعني هذه دموع التماسيح ببساطة شديد، زي ما بتكلموا دلوقتي بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية عن ضرورة السلام ومش السلام وبتاع. هذه لغة زائفة في الأدب الشعب المصري، في العامية المصرية يعتاد المصريون بطريقة فطرية على أن يقولوا للشيء المزيف أو المزور أو المبهرج أنه أمريكاني. هل حاجة أمريكاني؟ هل بالنسبة لي الاتجاه نحو معالجة ملف غزة، هل هاريس أو ترامب هيفرقوا عن بعض كتير؟ لا، مش هيفرقوا عن بعض، مش هيفرقوا عن بعض. الفارق ببساطة أنه ترامب أكثر بجاحة ومباشرة،
ومن هنا ربما فايدته في عدم الخداع الذي يمارس في العالم العربي. إنما الديمقراطيين يضيفون لغة محسنة فيها جوانب توحي بالإنسانية أو أشياء من هذا القبيل. لكن الجديد الذي حدث في الرأي العام الأمريكي في القواعد اثنين، حدث أيضا أن قسما من الحزب الديمقراطي، وهذا تجلى في واقعة سيرك نتنياهو داخل الكونجرس، أنه 90 يعني حوالي 20% من المشرعين مشرعي الحزب الديمقراطي كانوا ضد نتنياهو. نعم. وهاريس أيضا امتنعت عن الحضور، لأنها أقرب وتريد الحصول على أصوات الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. نعم. الذي أفضل تعبير عنه واحد اسمه بيرني ساندرز، سيناتور يهودي، وهو له موقف ثابت من قبل 7 أكتوبر وكذا، وموقف راسخ يعني. ففي الأجيال الجديدة وفي التيارات اليسارية وهذا ما يستخدمه ترامب في تعيير أو وفي سب كامالا هاريس، يعني في لقائه مع نتنياهو مثلا، عشان أبرز لك هذه الفجاجة التي أتحدث عنها، اتهم كامالا هاريس بخيانة إسرائيل. وهذه تهمة في أمريكا تعني الموت. لأنه إسرائيل عند السياسيين الأمريكيين بقرة مقدسة. طيب، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء وكل هذه المعلومات. ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، شكرا لحضرتك. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. وصلنا بكده لنهاية حلقة الليلة من حديث الأخبار. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي أنا منة فاروق. دمتم في أمان الله.